إليزر تشونغ ثانغ ميناشي هو العسكري الظاهر في الصورة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته. هندي يهودي وأحد أفراد جنود الاحتياط في الكتيبة 13 جولاني، كان هاجر لإسرائيل عام 2010 من منطقة مانيبور الهندية مع كل عائلته. هناك يهود هنود ولدوا في الهند وهاجروا لإسرائيل، جاءوا أصلاً من ولايتين في الهند هما مانيبور وميزورام. أفردت لهم صحيفة إنديا توداي تقريراً يشرح كيف وصل اليهود أصلاً للهند. اليهود الهنود ينقسمون لقسمين، الأول أبناء ثلاثة أفرع يعيشون في مدن ساحلية هندية. بنو إسرائيل وصلوا الهند وتمركزوا في كونكان ومومباي. يعتقد أن سبب وصولهم هو تحطم سفينة كانوا يستقلونها قبل 2400 عام. في أوج عددهم وصلوا لخمسة وسبعين ألفاً، بينما عددهم الآن 4000. ثم لدينا الكوشين، وصلوا من مايوركا بإسبانيا عام 370 بعد الميلاد، وسمح لهم الملك شيران بيرومال بالإقامة. ثم هناك البغداديون الذين وصلوا لبومبي عام 1790 من بغداد بالعراق، تبعهم مهاجرون من البصرة وحلب واليمن. القسم الثاني يهود بني مناشي المنحدرون من قبيلة كوكي ميزو في ولايتي مانيبور وميزورام في شمال شرق الهند البعيد عن البحر. حسب عالم الاجتماع الهندي أساف رنتلي، بنو مناشي جاءوا بعد سقوط مملكة إسرائيل بأرض فلسطين عام 722 قبل الميلاد. قطعوا الطرق شرقاً عبر آسيا باتجاه الصين، ثم استقروا على الحدود الصينية البورمية. بنو مناشي يقولون أنهم قبيلة من بين 10 قبائل مفقودة أجبر أجدادهم على الرحيل من قبل الآشوريين الذين غزوا مملكتهم الإسرائيلية القديمة، وهم من أحفاد النبي يعقوب عليه السلام. ولكن كيف صمدت يهوديتهم كل هذه السنوات من قبل الميلاد حتى القرن العشرين؟ يذكر التقرير أن بني مناشي ظلوا يمارسون شعائرهم الدينية والعطلة يوم السبت والأكل الكوشر، ويمنع فيه تناول لحم الخنزير، ولم يتعرضوا في الهند للاضطهاد الديني. ما علاقة كل هذا بالتاريخ الحديث لإسرائيل؟ في العام 1950 أصدر الكنيسة الإسرائيلي قانون العودة الذي سمح لليهود غير الإسرائيليين بالاستقرار في إسرائيل والحصول على جنسيتها. يتسحاق تانجوم أحد المسؤولين عن هذا المجتمع يقول إن 85 ألف يهودي هندي يعيشون في إسرائيل من مانيبور وميزورام، معظمهم يتركزون في اللد والرملة قرب تل أبيب، وبني مناشي يعيشون في 14 قرية وبلدة. أما الجندي إليزر تشونغ ثانغ ميناشي فما هو إلا واحد من مئات الهنود المولودين في الهند المستعدين للانخراط في الدفاع عن إسرائيل بعد اندلاع حرب 7 أكتوبر.